يعني الزراعه ديال الزعفران مرتقبان عن جد في هذه المنطقه هذه. وكيف كيعرف الجميع ان المنطقه ديال تليوين هي واحد المنطقه اللي هي كتعتبر المهد ديال الزعفران بالمنطقه ديال تليوين عفوا في المغرب كامل. وبمناسبه بغينا نجدد الرحمات على الناس اللي توفوا والناس اللي سهروا وحافظوا على هذه الزراعه هذه. يعني احنا كساكنه ديال تليوين وكالمنطقه ديال تليوين تنفتخروا بهذه الزراعه هذه، وخصوصا اننا ولينا كنشوفوها في واحد العدد ديال المناطق في المغرب، وهذا شرف لنا كمزارعين ديال الزعفران بالمنطقه ديال تليوين. ولهذا تنجدد مره اخرى الرحمه والمغفره على الاجداد ديالنا اللي كافحوا وحافظوا لنا على هذه الزريعه هذه بواحد الجو اللي هو مزيان، وفي واحد الظروف اللي هي صعيبه وفي نفس الوقت جيده. ولهذا تنقول للفلاحه ديال الزعفران انهم يزيدوا يستمروا في العمل ديالهم. واليوم كيف كتعرف واحد العدد ديال سميتو ديال البرامج ديال الدوله، يعني كاين برامج ديال المبادره الوطنيه، برنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي عطى واحد الدفعه للزراعه ديال الزعفران والتنظيمات المهنيه، برنامج ديال وزاره الفلاحه يعني جيل الاخضر، مخطط المغرب الاخضر اللي عطى واحد الفرصه واحد الدعم كبير للزراعه ديال الزعفران. احنا الان كنتواجدوا في هذه المنطقه هذه يعني بالمجهود ديال مخطط المغرب الاخضر باش حصلوا الناس على هذه الضيعه هذه، باش يكون واحد السقي جماعي للمزارعين. هذه البلاصه هذه كانت غير خلعه ما كان فيها حتى حاجه، الحمد لله اليوم بفضل هذه البرامج هذا استطاعوا الفلاحه انهم يزيدوا يطوروا المداخل ديالهم بهذه الطريقه هذه. والزراعه ديال الزعفران كيف قلت في الاول اننا كنفتخروا كساكنه ديال تليوين وكمزارعين ديال تليوين اننا تنشوفوا اليوم في المغرب واحد العدد ديال المناطق في المغرب انتشرت فيها هذه الزراعه هذه، والفضل تيرجع للناس ديال تليوين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.